شبك شبك عم تقفقفيه. وسام شو بو كمان؟ قلت له وصلت ميرفت قمتها منه بتسلم عليها منه بتحسب لها مستقبلنا. ايه عم فجأة ما ادري شو صار له تكهرب قال شو ما بيأمن بهيك شغلات. لك يا نور هذا علم علم كامل بدرسوه بأهم جامعات بالعالم. معك حق تتضايقي. معقول يكون وسام حابب يعمل لي سربرايز؟ سربرايز. هذا انت؟ طمنيني وصلت ميرفت؟ ايه وصلت بس عشو كل هاللهفة؟ بدي تشوف لي حظي بدي اشوف اذا رح نجم ما رح نجم بعدين بدي تشوف لي انا ونور شو رح يصير بيناتنا بالمستقبل. ايه فوت فوت يلا. يا حظي شكلها العاصفة برا وقفت. هو انا عشان فقيرة ما حدش برد عليا؟ ليه كده بس يا ربي ليه؟ مش انا اللي قايله ان قبل الساعة 10 العاصفة هتهدى وكل حاجة هترجع لطبيعتها؟ الله كملي كملي ميرفت بليز. عناية هو انت مستعجل كده ليه؟ ما احنا قاعدين اهو. قشطة. بص يا سيدي انا شايفة قدامي دلوقتي سكة طويلة قوي. هاي اكيد سكة الفن. يا قلبي يا كتاكت يا ما انت شايف وساكت اخرها وحش قوي يا حسين. يا خرابي شايفة هنا سكة قصيرة قوي بس مزروعة فل وياسمين وعنبر. هيدا اكيد سكة الفن. طيب السكة الطويلة اللي قبلها شو كانت؟ بركي سكة الحب. انت كل حاجة تحشري نفسك فيها حتى كفو. ما تخليني اعرف اركز. الله. طب قولي لي رح اعمل شيء دويو مع شي فنان مهم؟ هشوف لك. بسم الله ما شاء الله. ده في حد جامد قوي واقف جنبك اهو. اكيد نور. ده مش ست. ده راجل. راجل وجامد قوي ولبس اكسسوارات ولبس في ايده اليمين ساعة. ده راجل مش ست لابس اكسسوارات كتير ما فيش حد غيره شعبان عبد الرحيم. يلا ما فيش حد غيره شعبان عبد الرحيم. ايوه ان شاء الله مصدقتيني كل هالخزعبلات هاي. هو ده صحة بس انا ماني فهمانه كيف طلعت طعم هي سكه الحب. لا واخرتها سودا. هذا كله حكي بلا طعم فايت ببعضه. لك صحه شو انتي ما عم تاخدي دواء؟ بلا بس ما بعرف شو صاير من وقتها ما حطت اجرى هالبنت بهالبيت وانا هيك. هي لعنه الاهرامات. ليكي روحي ظبطي وضعك معها احسن ما يصيبك سل. سل؟ ميرفت انت نعسانه ولا لا؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه يا حبيبتي بس انا يعني 3 ساعات طيران وساعتين في المطار واديهم في السكه يبقى ايه معناها صحياني. لكن قولي لي رح نرجم ولا لا؟ ما شاء الله ايه الذكاء اللي انت فيه ده. ما انت نجمه وزي الفل اهو عايزه اكتر من كده ايه؟ لا هي بتعرف انها نجمه بس هي قصدها قصدي امتى بدي اخلص من التعتير وارجع لحياه الشهره والنجوميه. ايه تماما. بصي حبيبتي I don't know exactly برهاب سياسي برهاب سينو. أنا ما بحبش الكذب خالص. أصل الكذب خيبة بيقولوا عندنا كده. بس أنا أول ما شفتك قلت إن في جواك ارتباط بينك وبين النجوم ودي حاجة ما تستخباش. أصل أنت نجمة بس يا عيني محتاجة مين يطلعك للنور ويلمعك. وللأمانة كوكب ميركوري عامل اللي عليه وزيادة يعني قاعد يظبط لك الشغل بتاعك ويدير لك الدنيا بتاعتك وكل حاجه محتاجاها بس في حاجه بتسرق منك الشهره والنجوميه بتاعتك. طيبه قلبه ما هيك؟ لا توثق بالناس بسرعه. هلا انا بوثق بالناس؟ ايه انا امي ما بوثق فيها برضه. لا
عصبيتها بتسرعها. هلا انا عصبية؟ ها شفتي كيف عصبتي؟ لا دي ولا دي ولا دي. امال ايه؟ نريمان بين قوسين كده نانا. نانا؟ اه نانا. برج كده مش راكب على البرج بتاعها. في اللحظة اللي الشمس بتفكر تخش على البرج بتاعك بتروح عاملة ايه؟ سرقها منك. في اللحظة دي بتسرق الشمس بتاعك يا عيني. والله لا افرمك فرم يا نانا انت والبرج بتاعك. طولي بالك ميديا، بجوز ميرفت مخربطة. تأكدي منيح تأكدي. انا مغلطش خالص. واكبر دليل النهاية بتسحق قبلك صح؟ ايه مظبوط، انا دائما بشوفها فايقة قبلي. وانت طبعا فاكراها من طيبة قلبك ان هي بتسحق قبلك عشان هي نشيطة وعندها حاجات ومحتاجات وعايزة تعملها صح؟ هي بقى بتسحق قبلك عشان تسبقك على ميركوري. طيب ماشي انا برجع. ايوه كده وريها سمسمة انت رايحة. لا ميديا تعالي يا حبيبتي قربي. انت مش عايزة تعرفي بختك انت كمان؟ ايه قولي لي الواد اللي اسمه سائر عامل ايه؟ وانت شو عرفك انه اسمه سائر؟ نور يا حبيبتي انا عايزاكي تسامحيني. سامحك على شو؟ اصلا انا كدبت كدبه بيضة والله العظيم ما كانش قصدي. يعني من فات انت شو عم تقولي؟ ما عم بفهم عليكي. على البيبي بتاعك حسين. شو بو؟ بص يا نور، علشان انا بقدر مشاعير والاحاسيس بتاعت اتنين بيحبوا بعض، عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. من واجبك صديقة ليكي ان انا ما اخبيش عليكي. انت لازم تاخدي بالك قوي 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 قوي. اخد بالي من شو؟ من الاخر وعلى بلاطه كده، الراجل ده ما ينفعكيش. انت شو عم تقولي مرفت؟ كيف يعني ما ينفعكيش؟ قلتي لي يا حبيبتي انتوا الاثنين مش لايقين على بعض. برجك كده بيعطل على برجه، وبرجه بيعطل على برجك، ما بيخليش الحظ يدخل على برجك. يا عيني والله العظيم ده انا زعلانه عليكي قوي. يعني انتوا الاثنين لو اتجوزتوا عمركم ما هتتوفقوا. ده لو اتجوزتوا من اصله. يا ساتر يا رب. بسم الله. انت شو عم تقولي مرفات؟ ايه بس نور وحسام بحبوا بعض واكيد رح يتجوزوا. يتجوزوا؟ طب ما يتجوزوا يا حبيبتي، ده يوم المونة. هزغرد لك يوم فرحك يا حبيبتي، وهلبس فستان جديد، واعمل شعري، واتزوق اخر تزويق. بس انت عارفه ايه؟ ده اسبوع ولا اسبوعين بالكتير وهتطلبي الطلاق. طلاق؟ ويا ريت هيطلقك. ده مش هيطلقك لما تديه فلوس. لا يا عيني عليكي، وهتطلعي حامل بعد كده، ومش هيتعرف على البيبي برضه. ايه مش هيكون البيبي صبي ولا بنت؟ هيشبه امه ولا هيشبه بيه؟ بتتريقي عليا روح امك؟ طب قومي يا اختي ردي على الموبايل بتاعك، اصل التليفون ده مهم جدا، جايلك شغلك جامد قوي قوي قوي. قومي يا اختي قومي. شو؟ تليفوني ما عم بدق اصلا. أنا كم مرة قلت لك لا تخلين تليفونك يوم تطلعين من الغرفة؟ حشرتيني وحشرني تليفونك وياك، ردي. لا لا ردي. يا ربي يا ربي، ما حدش يرد علي مش فاهمة عشان فايقة يعني. مرفات كملي كملي، وشو كمان؟ بصي يا نور يا حبيبتي، أنا عشان بحبك هقولك الكلام ده من الآخر. انتوا الاثنين مش ظابطين مع بعض، مية ونار، سما وأرض، هوا وتراب. هتظبطوا مع بعض ازاي؟ الله اغنيها لك يعني؟ سموحه فيني اسرع هاي من عندك؟ فداك لزانك ليا. ميرسي ليليا. شو بك ليش هيك مسطله؟ ما حدا؟ انا بلشت خاف منها لهالبنت. من مين؟ من ليا؟ ميرفت. ليا شو عملت لك؟ ما بعرف بس هي قطع عم تقرا المستقبل صح. فسرينا نفسري. قالت لي قومي ردي على تليفونك. اي عادي بتكون سمعت رنات الموبايل، ما بدها ذكاء يعني.
لك مش هون القصة، القصة انه تليفوني اساسا ما كان معي، والاهم من هيك قالت لي قومي ردي على تليفونك لانه جاييكي شغلي جامد فيه. ورديتي؟ رديت. واجاكي شغل جامد؟ ايه؟ قالوا لي انه قصتي ترشحت بين 5 قصص واحتمال كتير كبير انه هي تاخذوا الجايزة. الف مبروك. الله يبارك فيك. نانا؟ ويت 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 ويت. انت امتى فقت اليوم؟ اه؟ ما نمت اساسا من الساعة.